غنعاودو من الاول اجي عندي من هنا نسي هذاك الشيء فيديو دابا غادي نديرو حنا راه في المباشر دابا بلاتي بن مشاهدي ومتشبعي قناة شوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من دوار بيه اول مباشر من بعد العطلة من بعد ما بدينا استأنفنا العمل مرة اخرى بدينا في دوار بيه بمنطقة عين السبع اللي كيعرف واحد الحالة كارثية ديال الواد الحار فايد على الساكنه كلهم هنا خارجين كيستنكروا ما يقع في هذه الاثناء كيقول لك بان الواد الحار فايد علينا كنتصلوا بالمسؤولين كنتصلوا بليديك لا مجيب اجيو شوفوا معنا ماذا يقع في هذه الاثناء في دوار بي بمنطقه عين السبع بمدينه الدار البيضاء سنه 2022 اجي معنا على العش اجيو ندخلو لهداك البلاصة يلا تفضل حيدو اللي ما بغاش يبان غنعاودو حيت عندي مباشر اجي معايا لالا اجي يعني الا ما كانش البوط ما يمكنش تدخل ياك خاص البوط اذا هادو الديور اجيو نشوفو معنا واحد الكارثة فين كيعيشو الناس في هاد الاثناء شوفو بلاتي بلاتي حاشا المشاهدين عندك قال كاين واحد القادو تسمى محلول عندك رمي عليكم هذه عيشه غيعيشوا فيها الناس كتشوفوا الواد الحار سيري حتى لداخل باش نوريو للناس ما يقع على المباشر على قناه شوف تي في قناه الشعب قناه اللي كتعمل بدون مقص باش تصح المشاهدين راه ما كاين لا الشا لا والو هادشي راه ديال الواد الحار هذا ديال الواد الحار باش يعرفوا وشوف باش نزيدك راه هادشي راه في البيبان ديال الناس ها راه باب هنا الساكنه يعني الناس يعني الناس محاصرين دابا حنا ما بنو عندنا يخرج اللي عنده ثلاثه البيض خصو ثلاثه لي بوط واللي عنده علي بوط عنده على البوط واحد خصو يخرج بالواحد بالواحد في دري ورجع للدري وعندنا واحد السيده هنايا عندها جوج وليدات مرضين ذوي الاحتياجات الخاصه وحده عندها خصها اكسجين والدري اللي تا هو ما كيتنفسش وما عندهاش شرجم عندها غير بيت والناس راه كيعرفوا الكريانات كان هانتوما الناس كتشوفهم كيمشيو بلي بوط انا نيت منين وصلت هنا عطاوني بوط باش نقدر ندخل لهذا المكان حاولوا تبارطاجيو باش يوصل الناس والله العظيم ان انتوما حاط السيدين الناس حاطين بوط حدا الباب اللي القلوب الرحيمه والله العظيم اللي غادي يتالموا غيبقى فيهم الحال انت 2022 الناس في دوار ربي شوف البوط في الباب هذاك راه حاطين يعني هذه هي الوسيله باش يخرجوا الا ما عندكش بوط ما تخرجش الا ما عندكش بوط ما تخرجش دوار بوي الزنقه 32 والزنقه 28 وهذا الشيء سي العلوي زاد واحد شويه كيولي عندهم في الديور كيولي في الديور داخل كيزيد كيدخل الدار حيت اليوم يلاه 4 ايام من اصغر 5 ايام وست ايام غتلقى هادشي الباب ما كيخرجش واخا عاودي قربي عندي هنا وهنايا عندنا واحد السيد صير مسكين مش كيشوف الشكافي اللي علينا هنا عنده بنيه صغيره ومرتو اللي خدامه عليه عند الله سبحانه وتعالى ها هو شتي قبيله كما دار معك قبيله فيديو الباب ديالو يعني ما خاصوش يخرج الا ما حتى الا كانوا كيجيو الناس راه عنده شي صحاب مساكن كيجيو يخرجوه دابا ما يمكنش ليهم يدخلوا هنا خاصهم حتى هما يشريو البوط باش يجيو يخرجوا داك السيد الجرده ما عندهم لا شراجم لا والو انت شتي دابا شتي قبيله كيبكي محاصر هنا ما كيخرج ما والو والو ها والحمد لله اجي الشريفه حتى انت كتعاني حتى انت ساكنه هنا عطيها ميكرو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لا اخويا حنا ما كنعانيو بزاف في هذا الواد الحار هنايا. عندنا وليداتنا كيمشيو للمدرسة كل صباح مع الثمانية خاصو يمشي كنخرج مع ديك الصباح مع الوزير باقي الضباب ما كان بالي لا ما فنعفطو خاصني ضروري نركبو عاد ندي نخرجو حتى لها باش يمشي للمدرسة. ملي جيت ثاني كنحط ليه الصباط ديال البلاستيك هذا باش يجي ثاني كنعاود نعاود ما نشوفوش ملي يجي. كيلقى محطوط عند الجيران في الراس ديال الزنقه لها خصك تحطي البوط تما باش يدخل باش يلبس باش يحط سبرديله ثاني وعاد يجي باش يجي في ذاك الصباط هذا الشيء في الدار البيضاء 2022 هذا الشيء زعما في الدار البيضاء عندنا حنا وحنا راه اكثر من الباديه لا بغات تكلم واخا نجيو عندك ها
ماشي مشكل. لا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. باش نسال شنو كطالبي يا الشريفه؟ شنو الرساله ديالك للمسؤولين؟ يصيبوا لينا هذا الواد الحار من فوق اللي حنت بغينا نصيبوه ويدوزوه لينا واحد البلاصه عندنا منين يخرجوا الواد الحار حبسوه ما خلاوش يدوزوا لنا هذاك الواد. هذا الواد اللي كاين عندنا هنايا كيعمر عرياني كيعمر بالميكا كيعمر بالزبل ما كيبقاش يدوز ذاك الماء ما عندوش منين يتنفس كيقدر ذاك الماء يخرج من فوق فوق على اللوكار كيدوز في عافي يدير هذا الماء كيدخل بعد خطرات كيدخل لكم حتى للدار كيدخل لينا من الطواليطات كيخرج ملي الطواليط كتولي تبقبق فوق حشاك ملي كتبغي داكشي خصو هو يهبط هو كيخرج لك حتى داكشي الفوق كيرجع لنا الديور الداخل نخرجوا للزنقه نلقاو ندخلوا للدار نلقاو يعني ما عندنا المشكل وعينينا عماو كنحكوا ولات لنا الحساسيه في العينين ما تليناش قدرنا ولادنا مرضوا حنا مرضنا لا اله الا الله محمد رسول الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير مع هاد الناس امين وشكرا امين تفضلي لالا تفضلي وهاد المسؤوليه كنحملوها بحال بليديك لان المسؤولين تنعيطوا ليهم تنتصلوا بهم كاينه اجابه وكيتصلوا بليديك وكيجيو جوج طوموبيلات كيما سمعتي وكيما شفتي الناس كلهم كيقولوا كيجيو لهنا كيحلوا لونكار واحد كيتصوروا عليه واحد ثلاثه دراري ولا اربعه وكيزيدوا وما كيحلوش ما كيبقاوش بحال الجدري زعما شي حل اللي دائم عنده الحل ما كاينش شي حاجه ما عندهاش الحل لا زعما ما كيلقاوش حل دائم زعما كيهنيوكم من هذا المشكل لا مره ملي كان داك الفيضان وجينا المطر وجاو الناس المطر الله يجازيهم بخير وتحل كانت تحل داك المشكل واحد 6 شهور المعز اما ملي عاود عمر ما بقاوش كيجيو ليديك الا جا كيتصور عليك وكيمشي اما الناس كيعيطوا كيتصلوا كيصيفطوهم وكيصوروا وكيلوحوا لهم حنا كاين في عين المكان ولكن راه كيجيو يديروا شي فيديو بانهم راه جاو خدموا كيزيدوا في فيديوهات وكيديروا بانهم كيسرحوا التيو واش كاين هذا الشيء ولا لا؟ راه الناس كلهم شتيها ما سمعتي لهم كيسرحوا التيوات كيقول حنا حلينا وحنا درنا كيلوحوا الفيديوهات وكيدوروا كيمشيو ملي كنهضروا انا تبعتهم انا تبعتهم كنطلب فيه كنقول الله يعطيك السر ماشي بزاف فيها فاش غيوقع هذا المشكل قال لي غنمشي نعمر المونجي باش نضرب في لوكار ومشى من تما ما عاودش رجع واش نوريك المشكل الاساسي اللي داروا لعبد الهين هو واحد تفضل تفضل الناس في الحرفين دابا كاين القادوس يقدر يطيح فيه حتى شي واحد يعني هبطتي تما بنادم الا نساو هبط يطيح الله يسلمك هذا في الباب ديال البيت اللي عند في الباب ديال الدار اللي عندها جوج وليدات مراد حيدي هذاك الوليد اختي حيدي هذاك الوليد لا حيدي عطيه هذا الاب ديالو عطيه له اجي عندي عاودي تكلمي حيت هذا المباشر عاودي تكلمي شنو المعاناه ديالكم اختي انا هذه الدريه الله يهداك كنهزها دائما في الليل كنمر ربعه لخمسه يعني المغرب كيكون عندها مرض الصرع وعندها سميتو كنهزها الوقت اللي كتغيب خاصني ندير لها التنفس ضروري نعتقها خاصك تخرجيها خاصني نخرجها ضروري هذا الشيء ما كاينش بغندوز ما كاينش فين ندوز الدري كنبغي نقريه مع الصباح راه ما كاينش من نديه ولا نجيبه ما كاينش كنبغي نخرج نتسخر وما كاينش بغندوز كنقولوا من ناقص نجلسوا في الدار وما نخرجوش لهاد الخنزره ما كاينش فيها نعفطوا هاد الشيء راه ماشي زعما مثلا مره في العام ولا سميتو دائما هاد الحاله عندنا حنايا راه بزاف بالنسبه للمسؤولين اتصلتوا بهم ليديك شنو كيديروا معاكم؟ ليديك ما كيجي لا جاو كيصوروا كيمشيو ما كاينش استراحه ما عمرهم جاو لهاد الزنقه كيدخلوش ما عمرهم جاو لهاد الزنقه كيصوروا كيمشيو ما عمرهم جاو لهاد الزنقه الزنقه بعدا كيجيوش ليها بمره كيتصوروا زعما على اساس انهم يصيفطوا المسؤولين ديالهم راهم خدموا راه صافي خدموا كيمشيو استراحه راه ما كاينش ولكن المشكل ما كيبقى هو عندنا المشكل في القوادس الكبار كيردوا لنا هما كيردوا لنا هاد الشيء وهاد الشيء دائما هاد الشيء راه بلا الشتا يعني الا كان الشتا فغنوليو راه غيدفعوا لنا هاد الخنصل ديالنا هاد الشيء بلا الشتا كيوقع لكم هاد الشيء الشتا كيوقع لنا هادشي اما الا كان الشتا فغنوليو حنا عندنا بيس ما عندناش شي ساعه عندنا خلا ديال الله فين ندورو ولا فين نلعبو الدراري كيدفسو فهاد الزنيقه كيلعبو فيها الدري عندنا كيمشي على الكبير هنا فين كيلعب يعني الا ما لعبش فين غادي نديرو فين نلوحو ما يمكنش تبقاي شاده الدراري الصغار شاده بحبسهم في الدار الدري راه كتخنق ليا دائما راه هادشي راه خنز راه عندها الضيقه عندها الحساسيه عندها مرض الصرع عندها بزاف وما كنقدرش هادشي راه بزاف يعني راه بنادم راه ما كيسكتش على هادشي راه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم هادشي غنقول شكرا شكرا صافي مع الدري
كيف كتشوفوا النساء كلهم كملي تفضل الدار دار فوسط الدار دابا هذا خارج من الدار هذا في وسط الدار في مرحله الدار اه هذا الدار شتي هذا الدار شتي عندي ونا ما ربانا يلوحونا ما ربانا لا شيء لا زيد هيدو معنا مشاهدينا الكرام من قلب دوار بيض منطقه عين السبع بمدينه الدار البيضاء. الناس كتعاني من الفيضان ديال المجاري ديال الواد الحار وكيتصلوا كيف كيقولوا بالمسؤولين لكن دون اي استجابه حتى من ليديك كيف كيقولوا هما وكيتحملوا مسؤوليتهم انهم كيجيو تقنيين ديالهم كيديروا فيديو كيتصوروا على اساس انهم راهم فكوا المشكل ولكن هما راه ما داروا والو كيزيدوا في حالتهم وكيخليوا الناس كيعيشوا في هذا المشكل الكبير ديالهم. باقي عندك ما تضيفها لا لا تفضلي عندنا بزاف ولكن غنقول لك اجي عندي هنا دوري عندي هنا الله يعطيك حل معايا انت دابا حنا مشينا وقلنا باغي نحلوا المشكل جاو ناس قال كيحفروا باش غادي يديروا الواد الكبير يمشي فيه هذا الماء هنا ماشي مشكل داو الناس كيحفر جاو شي معلمية جوج حفروا حاولي ترفعي صوتك باش يسمعوك الناس جاو تيحفروا الناس جوج حفروا قال لك علاش شنو غديروا هنايا قال لك غادي نديروا الواد الاخر يكب في هذا باش الماء يمشي للونكار الكبير يخرج للشارع راه حفروا اخويا جايه شي شهر دابا كما كتشوفها العلوي راه غير زادوا مشكله كبر من ديك المشكله وحنا كما كتشوف هذا هو المتنفس اللي كيتنفسوا فيه البلاد ديال هنا كيخرجوا يلعبوا الكره صغار كبار كلشي كيجي هنا دابا شوف كيفاش ولا عامر بالماء الا غا دري كيلعب مع دري وكيضحك معاه لاحو هنا خاصنا ليه بومبيه باش نجبدوه ياك يعني ولا خطر اكثر من داك الخطر اللي كان عندنا غير ديال الواد الحار واش علاش شحال فيه شوف قداش شتي قداش كله عامر بالماء ديال الواد الحار اللي خرج دابا يعني فين هي الحمايه ديال السخينه فين هما الناس اللي حنا المسؤولين كيقول لك احنا كنستاجبوكم ولكن هذا بغيت نعرف شكون اللي دار لنا هذه الحفره اللي هنا داروها خلاوها حنا ما عرفناش شحال هذه باش دارت تقريبا جايه شهر دابا صافي داروها خلاوها داروها خلاوها بغيت نعرف شكون اللي حفرها وعلاش داروها وشنو شنو الهدف منها وعلاش دارت وعلاش ما شنو ما فهمناش حنا بغينا غير جواب على هذه الحفره اللي تحفرات علاش وفين هو هو دابا عندنا مشكل هو الدري البارح تهرس فيها راه هو داير القبص وغدا شنو غيوقع فيها شنو راه الدوار محقور بزاف ومهضوم في حقه بزاف ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مشاهدينا الكرام كنتم مباشرة من دوار بي مباشرة على قناة شوف تيفي هاد الناس كيقولوا بأن خاص يتلقى لهم حل مع الواد الحار ما كيطالبوش أكثر. شكرا على تتبعكم هذا المباشر تفاصيل أكثر أكيد تجدونها على قناتكم شوف تيفي. لذلك الحين نستودعكم الله كالعادة والسلام عليكم.